ريال مدريد اقل فريق في الدوري عملا للاخطاء القدم واجهته هو فينيسيوس جونيور في افضل نجوم الكره العالمي الدوري المحلي وبالكؤوس وبالالقاب المختلفه من فريس نيدار وما رجعت له فينيسيوس يسر من هنالك على الجهه اليسرى تروح لفينيسيوس جونيور يتوغل مصر سجل هدفين فقط في اخر ست مباريات وفينيسيوس جونيور فينيسيوس حاول يمر فينيسيوس وبنزيما ما زال عنده الكره الان فينيسيوس جونيور خواكيم فرنانديز مازال فينيسيوس وخواكيم جونيور فينيسيوس وانطلاق مرة ثانية فينيسيوس جونيور يدخل على الجهة اليسرى فينيسيوس كامافينغا فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى يستفيد من خطأ يصفر الحكم في هذه اللحظة كامافينغا فينيسيوس من أمام المدافع فريس نيدا فينيسيوس جونيور لولو جونيور والتوزيع حكم يقول ركنية حس يلعب رودريغو ضيع بعد فينيسيوس اللي كامافينغا جونيور فينيسيوس ضربة في يده ولكن بعد رجله اوب ضربة في يسرى مع كامافينغا وفينيسيوس جونيور فينيسيوس مازال يدخل نصر بلد الوليد تسترجع بين اخرى تلعب على الجهه اليسرى ما زال التركيز من هنالك على الجهه اليسرى فينيسيوس جونيور التوزيع رائعه من فينيسيوس جونيور واروع من كريم بنزيما والجول الثاني للريال اعطيونا اللقطه الاولى كيف فينيسيوس جونيور عبث بالمدافع فريس نيدا وتقريبا كاد يسقطه قال له شهادتك في القائمه الثانيه فينيسيوس جونيور كريم بنزيما بالراس يسجل هدفه الثاني عشر هذا الموسم عليه لا بيريس ولا فريس نيدا ولم يقدر عليه اي واحد فينيسيوس ما زال عنده الكره الان فينيسيوس لم يقدر خروج موفق من الحارس هنا الحارس اسينكو تروح لفينيسيوس بنزيما 3-0 صارت النتيجة كريم يستعرض هو كذلك استلمها ودخل يور عنده الكرة الآن من هنالك على الجهة اليسرى فينيسيوس جونيور محاولة المرور ويمر فينيسيوس جونيور ما زال عنده الكرة الآن فينيسيوس حق على الجهة اليسرى كريم بنزيما يلعبها في اتجاه فينيسيوس الهاتريك التاسع بالنسبة لكريم بنزيما مع كيكي بيريز تضرب في القائمة الأيمن هذه المرة بعد الأولى توني كروس رودريجو كرة بن تشواميني بعيد تلعب الكرة لفينيسيوس جونيور فينيسيوس يلعبها بينية جونيور الخطر من هنا أين يوجد فينيسيوس جونيور مع رودريجو فينيسيوس جونيور حق عليه أسينسيو والدفاع سيرتو ولكن هذا أول أتريك بالنسبة لبنزيما بقميص الريال في الوليد في 6 دقائق و30 ثانية وكرة خطيرة بفينيسيوس والحارس نعم هو ثالث أسرع يبقى بنزيما صنع أجمل صور وأجمل لحظات ريال مدريد مع فوق في 10 مواسم كاملة لعبها مع فريق ريال مدريد إيدن هازار تاع زمان غير إيدن هازار تاع اليوم كرة صعبة أنا وخطيرة خطيرة خطيرة وجول رودريجو يسجل ثنائية بعد تمريرة من مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور 5-0 صارت النتيجة الآن دخل فينيسيوس جونيور ومرر مباشرة لرودريجو على ماذا تشتكي يا بني على ماذا تشتكي يا بني هاي البطاقة الصفراء مرة ثانية أخرجها لك وخروج فينيسيوس جونيور ودخول